انطلاقة الخطيرة الناطور 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 يا ولد مر منه أرضية الميدان ابتلعت المدافع عايد للشوكي وسامح وسرحان كاد أن يسجلها في مرمى لؤي ضربها فوق المرمى لعبة ثلاثية الأولى حارس المرمى الثانية العارضة الثالثة سليم صار عمره 20 عام او تراجع ل 20 عام بدل اللي هي تقريبا 38 اللي عنده حاليا حره او ركنيه للمركز عالية ملعوبه بالراس ولكن ابو سنيني وبرايا برايا سيات الكبيره صاحب الراسيات الشهيره شوف اللعبه الاخيره شو برا كرم صراحه الله يعينهم على هذه الانطلاقه يا ولد يا ناطور يا ولد يا ناطور افضل لكن اسال عن دفاعات نادي السموع من عبد الصمد ابو سنيني أمامية طويلة اللعبة يا سلام للمركز العرضية أوه يا الله على اللعبة الأخيرة ناس يكون عندك لاعب قادر على استغلال الفرص هيا كابتن مش محتاجة بس مرماهم قصر لا بتلاك إنه السيستم ككل مش عماله بيشتغل بطريقة صحيحة لحالهم على المرمى حتى بدون ما تعمل فوز اللعبة الأمامية ملعوبة لكن أيضا تسلل هذا اللاعب محمد ناطور في مهندس الكرة الفلسطينية ال11 من الكبار اللي عدت عليهم ايام واللعبة الامامية ولكن عبد الصمد ابو سنيني بياخذها كلامنا هذا يعني من حركتنا صراحة كاس طول كرم طب شو اللي بيصير هون ابو سنيني يا ولد يا لعيب يا حارس و اسماعيل العمور للمركز في هذه اللحظات لعبة من منصور عرضية فادي ولكن حارس المرمى عبد الصمد ابو سنيني يلعبها لمركز طول كرم ولساته بيركض وكشك قوية عرضية الميدان عور نفسي فمش الحركة واحدة هي المطلوبة انت انتمائك لفريقك لازم يخليك انا بهاجم واللي بيسجل بيكسب شوف يا عين عليك يا ابو سنيني اضرب به المثل هون لعبة تسديدة ولكن ابو سنيني يا ولد وبطاقة الاهلي باشا تربعي